المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد صحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا في قصف الاحتلال على رفح، سيارة مدنية كما نتابع في هذه الصورة تم استهدافها، وأدى هذا الاستهداف إلى استشهاد صحفيين. مراسل عربي معنا الآن ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حول ما جرى في مدينة رفح واستشهاد الصحفيين. باسل، إذن بينما نتابع هذه الصور، نعم باسل، نتابع هذه الصور قبل قليل استهداف صحفيين في سيارة مدنية في مدينة رفح، ماذا في تفاصيل هذا الاستهداف؟ ريما، أولا نترحم على أرواح الشهداء حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، وهما فلسطينيين صحفيين يعملان في الميدان، وتم استهدافهم في سيارة مدنية قبل قليل في مدينة في الطريق بين مدينة خان يونس ورفح، المدينة التي يقول الاحتلال إنها آمنة ويدعو الناس للتوجه إليها. وهؤلاء الشبان الصحفيين في مقتبل العمر يعملون في تلك المنطقة، كانوا في تغطية حدث استهداف مصيف استشهد بداخله عدد من الفلسطينيين في منطقة شمال مدينة رفح بين خان يونس ورفح، يستشهد حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، ويرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109. نحن لا نتحدث عن أول شهداء، نتحدث عن مسلسل من الشهداء من الصحفيين. وهذا الحدث تم قريب من منطقة، أو هي منطقة أصلا مكتظة بالسكان، بها حركة للمواطنين، أصيب عدد من المواطنين كما رأينا في الصور من هناك وتأكدت المعلومات. والاستهداف يبدو أنه تم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، تم استهداف السيارة بشكل مباشر وانتشلوا من داخل السيارة وهم شهداء. نشاهد هنا غارة إسرائيلية، قبل أن نواصل حديثنا، غارة إسرائيلية قريبة من شارع صلاح الدين بمستشفى، أو القريب من مستشفى شهداء الأقصى هنا في وسط قطاع غزة، وألسنة الدخان تتصاعد. إذن على وقع هذه الغارات وهذا القصف، نواصل حديثنا عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين اللذين وصلت جثمانهم إلى مستشفى الكويتي. طبيعة الحال حمزة وائل الدحدوح هو نجل الصحفي في قناة الجزيرة ومراسلها هنا في قطاع غزة وائل الدحدوح. استشهدت والدة حمزة واثنين أو ثلاثة من أشقائه وأقاربه أيضا، عدد تقريبا 10، في ضربة إسرائيلية سابقة قبل نحو شهر ونصف. والآن يستشهد حمزة ويستشهد معه هذا الشاب في استهداف سيارة مدنية هناك.